بسم الله الرحمن الرحيم. وترجون من الله ما لا يرجون والله مع الصابرين. أنا النقيب عبد الله عبد الكريم إبراهيم أبو دجانة، أعلن عن تشكيل لواء طارق بن زياد نتيجة الظروف التي تتعرض لها المنطقة وازدياد عدد الضباط وصف الضباط والأفراد بالانشقاق عن الجيش الأسدي وانخراط الثوار الأحرار مع الثورة والوقوف صف واحد تجاه العدو الأسدي، والله من وراء القصد، وعاشت سوريا حرة أبية. تكبير.